أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الصحافة اليوم، والتي سنتناول فيها في محورنا الأول دعوة الأمم المتحدة إلى إيقاف المعارك في اليمن لمواجهة كورونا وترحيب الحكومة والميليشيات بذلك. في المحور الثاني ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، من ينقذ المواطن من شبح الأسعار؟ سيكون معي في المحور الأول من هذه الحلقة ضيفي علي حميد الأهدر رئيس تحرير وكالة وطن الإخبارية، وفي المحور الثاني من هذه الحلقة سيكون معي ضيفي عبر الهاتف مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. ولكن قبل أن نناقش تفاصيل هذه الحلقة نذهب إلى أبرز ما تناولته الصحافة. وكالة الثاني من ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية: رصد تشييع 50 قياديا حوثيا خلال أسبوعين، الحديدة اشتباكات جديدة تنتهي بخسائر في صفوف الميليشيات الحوثية، أكثر من 20 قتيلا حوثيا في كمينين للجيش والقبائل بمحافظة الجوف، لقاء مع ممثلي المنظمات لبحث دورها في مواجهة مخاطر كورونا بالساحل الغربي، الحديدة المشتركة تسقط ثالث طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية في سماء الدريهمي خلال أسبوع، مدير المخا في لقاء متطوعات منافذ مزودة بأجهزة كشف لمنع انتقال كورونا. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: مسلحون حوثيون يداهمون قرية بمخلاف العود ويتبادلون إطلاق النار مع أحد المواطنين، الحديدة اشتباكات جديدة تضاعف خسائر ميليشيات الحوثي، قتلى وأسرى واغتنام وتدمير آليات حوثية شمالي اليمن، المشتركة تضبط شحنة مهربات تستخدمها ميليشيات الحوثي في صناعة المتفجرات، معهد أمريكي يحذر من استغلال الحوثيين لفيروس كورونا لأغراض سياسية. نيوز يمن طالعنا بالعناوين التالية: متحدث الفريق الحكومي مختطف داخل السفينة الأممية بالحديدة، بالفيديو السيول تجرف خيام النازحين في سيئون، ارتفاع كبير في الأسعار شبح أزمة غذاء مفتعلة يخيم على صنعاء، 225 ألف طن واردات اليمن الغذائية خلال الشهرين الماضيين. عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية: الشرعية تجدد دعوتها لنقل مقر بعثة الحديدة إلى المناطق المحررة، بدء حظر تجول بعدن ابتداء من اليوم، استجابات يمنية لمطالب أممية بوقف القتال والتركيز على السلام، سيول جارفة تضرب عدن والحكومة توجه بتشكيل لجان طوارئ. الشرق الأوسط طالعتنا بالعناوين التالية: التحالف يؤيد قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة غوتيريش، الحكومة أعلنت موافقتها والحوثيون رحبوا في شكل غير مباشر، استجابات يمنية لمطالب أممية بوقف القتال والتركيز على السلام، سيول تضرب مدينة عدن والحكومة توجه بتشكيل لجان طوارئ، اليمن يجدد دعوته لنقل مقر بعثة الحديدة إلى المناطق المحررة. نعم، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذه الحلقة نذهب أيضا إلى مقال الدكتور عيدروس نصر. لم يعد هناك من شك أن فيروس كورونا المرعب قد اقتسح معظم إن لم يكن كل بلدان العالم، بغض النظر عن الإعلان هنا أو هناك عن خلو هذا البلد أو ذاك من الفيروس. وفي البلدان التي تحترم حق المواطن في الحصول على المعلومات يقول مسؤولون عن ملف كورونا إن الأرقام المذاعة هي ما تم رصده وتسجيله فقط، لكن الحالات المنتشرة قد تكون أكثر. الأماكن المزدحمة هي الأكثر الأوساط قابلة لانتشار الفيروس، وقد قيل إن أسباب الانتشار المخيف في مدينة ووهان الصينية قد جاء بعد حفل عشاء شارك فيه الآلاف بينهم مصابون، ما تسبب في نقل العدوى إلى أغلبية المشاركين الذين بدورهم نقلوه بدون معرفة إلى من خالطوهم، وهكذا تناسلت الكارثة. وناتي القات وأسواق القات التي تمثل أكثر الأماكن ازدحام في اليمن شمالا وجنوبا، حيث يرتادها مئات الآلاف من كل الأطياف، المرضى والأصحاء، المتعلمين وغير المتعلمين، الشباب والكهول،
والمسنين وأحيانا الأطفال للأسف. وفي ظروف هذا الانتشار الوبائي لهذا العدو اللدود غير المرئي المسمى كورونا، فإن انتشار الوباء بين مزدحمين في أسواق القات كما في كل أماكن الازدحام الأخرى لم يعد مجرد افتراض، بل إنه أمر مؤكد كل التأكيد، ويغدو ارتياد أسواق القات سببا مؤكدا من أسباب الإصابة. لا يحتاج المرء لتوجيهات حكومية أو ملاحقة بوليسية ليحمي نفسه من خطر مؤكد يحيق به ويهدد حياته وربما حياة أبنائه وأفراد أسرته وكل من يختلط بهم، فيكفي اتخاذ القرار ذاتيا والابتعاد عن الأماكن المتسببة بالازدحام وأهمها أسواق القات حتى يتجنب المرء موتا مؤكدا. إغلاق أسواق القات قرار حكيم، ينبغي على رواد هذه الأسواق أن يشكروا من اتخذه والمساعدة على تنفيذه، فإذا كانت الدول قد أغلقت الصالات والاستديوهات وأماكن العبادة فلا أتصور أن أسواق القات أكثر أهمية من دور العبادة. نعم، إذن أهلا بكم وأرحب بالأستاذ علي الأهدل مدير عام الإعلام في محافظة الحديدة، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ أمدن وبكل متابعي قناة الإمام اليوم. نعم أستاذي، يعني اليوم دعوة للأمم المتحدة إلى إيقاف المعارك في اليمن لمواجهة كورونا وترحيب من الحكومة والميليشيات أيضا بذلك، يعني ما إمكانية تحقيق سلام مع ميليشيات قامت بكل ما قامت به ونكثت كل العهود والاتفاقيات سابقا ولا زالت؟ في البداية اسمح لي أن أتحدث عن استجابة الحكومة الشرعية لهذه الدعوة وأيضا تأييد الإخوة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. اليوم لدينا عدو مشترك جميعا هو وباء وبل جائحة فيروس كورونا، لكن للأسف الشديد يعني ربما هذه الجماعة البلشوية لا تكترث على الإطلاق بحياة الناس، لا تكترث على الإطلاق ب يعني وقف إطلاق النار من أجل مواجهة هذه الجائحة التي اليوم العالم مستنفر للحد منها والقضاء عليها. ما يحصل من تصرفات رعناء لميليشيات الحوثي على أكثر من صعيد وفي أكثر من منطقة يعني يؤكد وضوح هذه التعامل اللا إنساني اللا مسؤول بحياة المواطنين. اليوم ما يحصل في البيضاء وما يحصل في غيرها من المحافظات اليمنية يؤكد أن جماعة ميليشيات الحوثي لا يهمها حياة أبناء اليمن على الإطلاق، يهمها كيف تحقق مكاتب شخصية ومكاتب سياسية ومكاتب عسكرية يعني فقط. بلا شك اليوم الكرة في ملعب هذه الجماعة الميليشياوية، والمجتمع الدولي يعني إما يثبت مدى يعني مصداقيته وجديته للتعامل مع الملف اليمني بشكل مباشر، وإلا يعني ستكون ربما كارثة كبيرة جدا، لأن تصاب اليمن للأسف بكارثتين، كارثة فيروس ميليشيات الحوثي وكارثة فيروس كورونا يعني لا سمح الله. نعم، هذه الدعوات كيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع؟ المسألة طبعا ربما من خلال تجاربنا الخمس في غضون الخمس سنوات الأولى منذ أن انقلبت ميليشيات الحوثي على البلد وعبثت بكل شيء جميل، يعني تبدو في نوع من الصعوبة لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع، ولكن حقيقة إذا ما هناك جدية حقيقية للمجتمع الدولي لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على هذه الميليشيا، الأمر يعني ليس بصعب على جماعة ميليشيات الحوثي أن يعني تتعامل بجدية مع هذا الخطر الذي يهدد اليمن والعالم بأسره، ويعمل على إيقاف إطلاق النار وعدم المساس، رغم أننا حتى هذه اللحظة يعني نعلم إذا تجاوبت هذه الجماعة الميليشياوية يعني لن تكون إلا استراحة محارب وإعادة ترتيب صفوفها والعمل على حفر الخنادق كما هو حاصل في الحديدة وكما هو حاصل في الجوف وغيرها من المحافظات اليمنية التي تشهد معارك شرسة. ونتابع اليوم الكثير من الخروقات ونتابع اليوم الكثير من التصرفات الرعناء لهذه الجماعة الميليشيوية على أكثر من صعيد وفي أكثر من جبهة. نعم، وبما أنك عرجت على الحديدة، يعني لم تلتزم الميليشيات الحوثية باتفاق ستوكهولم ولم تنفذ أي من بنوده، ولا زالت تتصرف كما ذكرت تصرفات رعنا إلى اليوم، كيف لها أن تلتزم بأي اتفاقيات أخرى؟ صحيح، فعلا للأسف الأخبار يعني التي تردنا تباعا من محافظة الحديدة مأساوية بشكل كبير جدا.
ميليشيات الحوثي لم تتوقف يوم واحد منذ إعلان اتفاقية ستوكهولم. هناك اختراقات يعني للقرار للهدنة اللي حاصرة في الحدود بشكل يومي. للأسف هناك الكثير من الجرائم التي ترتكبها جماعة ميليشيات الحوثي بحق أبناء محافظة الحديدة، سواء في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها أو حتى في المناطق التي تم تحريرها من هذه الميليشيات. نتابع اليوم هناك المقذوفات تحصد أرواح المدنيين يعني بشكل شبه يومي، هناك الألغام تحصد أرواح المواطنين بشكل شبه يومي، هناك الكثير من الجرائم التي تحصل في المناطق التي تم تحريرها من هذه الجماعة، غير محاولة الاختراقات التي تحدث بين الفينة والأخرى في الكثير من مناطق التماس، سواء في داخل مدينة الحديدة أو حتى في مديرية الدريمي وفي حيف وكذلك في التحيتة وغيرها من المناطق في الفازة والجبلية والجرح وغيرها من المناطق. يعني للأسف اللجنة الأممية المتواجدة في الحديدة حتى هذه اللحظة لم تقم بدورها بالشكل المطلوب، وبدا تماهيها بشكل فاضح وواضح جدا في الحديدة. ما حصل مؤخرا من استهداف العقيد الصليحي كان يعني موقف ربما يعني بكشف هذه الجماعة الميليشياوية، وأيضا عرّ الأمم المتحدة منذ أن تم يعني من 11 مارس حتى اليوم لم نلاحظ أي بيان للجنة الأممية في الحديدة يدين هذا التصرف الأرعى لميليشيات الحوثي وهذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق ضابط في اللجنة الفريق الحكومي. ولا يعني لا يوجد من يحرك ساكنا منذ 3 أيام حتى اليوم. ميليشيات الحوثي تحتجز السفينة الأممية في عرض البحر الحديدة، وحتى هذه اللحظة لم نسمع أي خطاب للمجتمع الدولي. يعني هناك الكثير من التصرفات التي تحدث في محافظة الحديدة، يعني أخبار أخرى أيضا حتى هذه اللحظة ميليشيات الحوثي لم تسمح لموظفي الحديدة لاستلام رواتبهم تحت مبررات عدم التعامل مع الطبعة الجديدة. هناك الكثير من التعاملات والتصرفات لهذه الجماعة الميليشياوية التي تؤكد أنها لا يمكن على الإطلاق أن تريد الخير والأمن والأمان والسلام لا للحديدة ولا لليمن بشكل عام. أستاذ علي، يعني هنالك أيضا دعوات سابقة للأمم المتحدة، آخرها دعوة إطلاق جميع الأسرى لكل الأطراف الكل مقابل الكل، وهو أيضا يعني بند من بنود اتفاق ستوكهولم. يعني التسريع في الإجراءات وأيضا يعني عدم إطالة الوقت وأيضا يعني الجدية في التسريع في الإجراءات، كيف يمكن أن تمثل حسن نوايا؟ طبعا سؤال وجيه ومهم للغاية في هذه اللحظة بالذات. اليوم نحن نتابع الأخبار التي تردنا من مختلف بلدان العالم في هذه الفترة. هناك يعني بعشرات الآلاف من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم في مختلف بلدان العالم، يعني من لدواعي إنسانية نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا وأصبح جائحة على مستوى العالم. لكن للأسف الشديد هذه الجماعة الميليشياوية حتى هذه اللحظة تتعامل مع هذا الملف ومع هذا الموضوع الإنساني بدرجة رئيسية بطريقة لا مبالاة وبطريقة لا إنسانية وبطريقة لا أخلاقية على الإطلاق. الأمر طبعا لا يختصر فقط على المعتقلين والمخفيين داخل السجون، بل هناك يعني السجون داخل صنعاء، داخل إب، داخل الحديدة وحجة والمحويت وغيرها من المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي تعج بآلاف السجناء داخلها. وهذه طبعا إذا ما دخل فيروس كورونا يعني إلى اليمن ستكون كارثة وخيمة. حتى هذه اللحظة للأسف لم نسمع حتى يعني مجرد يعني تحرك لهذه الميليشيا للتعامل وتحريك هذا الملف لإخراج هؤلاء الناس داخل السجون. بالإضافة إلى أنه كان قبل تقريبا 10 إلى 12 يوم من اليوم أو ربما أكثر بقليل حوار أخير جلسوا من خلاله في الأردن للإفراج ولو عن 3000 مقابل 3000، وصغر العدد وأصبح 1500 وتحول إلى 750. وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الجماعة الميليشياوية تماطل في هذا الملف ولم تتعامل بجدية في هذا الموضوع ولم تحقق أي خطوة حقيقية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء في حينها قبل عام ونيف من اتفاقية سكر ولا حتى عبر الاتفاقات التي تمت مؤخرا تقريبا 3 مرات في الأردن. حقيقة اليوم هذا الملف تتحمله بشكل مباشر الأمم المتحدة، المجتمع الدولي يجب أن يكون هناك تحرك جاد وحقيقي لإخراج الكل مقابل الكل. اليوم بات هناك جائحة تهدد حياة العالم بأسره
وهؤلاء الناس هم الأكثر يعني خطرا إذا ما بقيت في السجون ودخلت فيروس كورونا إلى اليمن، يعني ستحصد أرواح الآلاف، وهذه ستكون جريمة وكارثة يعني في وجه المجتمع الدولي إذا لم يكن له موقف جاد وحازم في تحريك هذا الملف والتعجيل. طيب استجابة استجابة الميليشيات، يعني هل ستصدق هذه المرة أم يعني كسابقاتها هو فقط تضليل للمجتمع الدولي وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي؟ أنا حقيقة أتمنى من كل قلبي أن تصدق ولو مرة في حياتها، علنا نستطيع القول فيما بعد أن ميليشيات الحوثي صدقت مرة في التاريخ. يعني نريد التاريخ يكتب ولو لمرة واحدة أن ميليشيات الحوثي تعاملت يعني بصدق في موضوع واحد ولو حتى ملف واحد، وخاصة في هذا الملف الذي يعتبر إنساني كما ذكرت بدرجة رئيسية ويعتبر هام، ويجب على ميليشيات الحوثي تدرك جيدا أن يعني تراخيها وتلكؤها ومماطلتها في هذا الموضوع ربما سيجعل أبناء الشعب اليمني ينتفضون بوجه هذه الميليشيا. وبلا شك يعني إذا لم تخرج هذه يعني الجماهير من داخل الشوارع اليمنية لمواجهة هذه الجماعة الميليشياوية ستموت أبناءها وسيموت أيضا السجناء داخل هذه المعتقل نتيجة هذه الكارثة، وهي جائحة يعني فيروس كورونا الذي اليوم لا يمكن التلاعب والتماهي مع هذا نعم هذه الخطوة إن صدقت كيف يمكن أستاذ علي كيف يمكن بناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي؟ الحكومة يعني صادقة يعني من الوهلة الأولى في هذا الموضوع، وخير ما يؤكد ذلك يعني تماشيها مع كافة المقترحات الأممية وتعاملها مع كافة الاتفاقات التي تتم وتعاملها بكل الملفات والخطط التي وضعت، والحكومة تبدي حسن النية وتؤكد يعني مصداقيتها وجديتها في هذا الملف، ولكن التلكؤ الوحيد هو من قبل الميليشيات وحدها التي تحاول أن تخفي بعض الأسماء وتحاول أن تضيف أسماء من لديها غير موجودة وتحاول يعني التهرب من هذا الموضوع وتحاول يعني إخفاء وعدم التعامل مع بعض الأسماء. هناك أربع شخصيات تم ذكرها في القرارات الدولية، ميليشيات الحوثي حتى هذه اللحظة حاولت يعني الرفض للتعامل معها بشكل بات لأنها تعتبرها ورقة رابحة. غير هذا يعني في الاتفاق الأخير تم الموافقة على إخراج واحدة من الشخصيات مقابل يعني الأربع مقابل أن يكون أمامها عشرات الأسماء لميليشيات الحوثي، وتم القبول والموافقة على ذلك من قبل الشرعية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعني تعمل بشكل جاد وفعلي وعملي ميليشيات الحوثي في هذا الموضوع. نعم، وهذا يتوجب يعني حزم من قبل الأمم المتحدة. سؤالي لك الأخير أستاذ علي، يعني هذه الخطوة إن تحققت هل لها أثر إيجابي على العملية السياسية وإيجاد حل سياسي شامل في اليمن كما تحدث غريفيس؟ بلا شك يعني ستكون واحدة من الخطوات المهمة والأساسية والرئيسية لإبداء حسن النية في التعامل مع الخطوات التالية. اليوم إذا ميليشيات الحوثي يعني وصلت إلى قناعة تامة بأنه يجب التعامل في هذا الملف بشكل إنساني بدرجة رئيسية وإطلاق كافة السجناء والمعتقلين والمخفيين قصرا لدى هذه الجماعات الميليشياوية، بلا شك سيكون لها أثر إيجابي يعني للحق خطوات أخرى تليها من أجل الوصول إلى سلام شامل ودائم. مع أني يعني حتى هذه اللحظة لا أعتقد إطلاقا أن الميليشيات يعني ستذعن وتعمل على إطلاق طرح الكل مقابل الكل، ولكن يظل الموضوع يعني أمل كبير جدا في موقف المجتمع الدولي وضغط المجتمع الدولي في هذا الجانب. الأمر لم يقتصر فقط على الجانب السياسي والعسكري في اليمن، بل بات أمر ضروري وملح وإنساني، والعالم بأسرى اليوم مسؤول على حياة كل إنسان في البلدان التي يعيشونها. اليوم هؤلاء السجناء، هؤلاء المعتقلين، هؤلاء المخفيين في جماعة في السجون وزنازل ومعتقلات ميليشيات الحوثي بوجه مارتن غريفيس وبوجه الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعد. نعم، الأستاذ علي الأهدل مدير عام الإعلام في الحديدة، شكرا جزيلا لك. نعم، وأرحب بضيفي للمحور الثاني من هذه الحلقة الأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. أستاذ مصطفى مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى.
نتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، وخصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات والاستغلال من قبل بعض التجار الجشع مع الأسف لتهافت المواطنين على أخذ المواد الغذائية، خصوصا يعني في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا. اسمح لي أنت والمشاهدين أن ننتقل إلى أحد أخبار موقع نيوز يمن ليكون مقدمة لنا لهذا المحور. نعم، إذا تشهد العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن ارتفاعا إضافيا في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الضرورية وسط هلع في أوساط المواطنين. ويترافق الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مع إقبال كبير من جانب المواطنين لشراء حاجاتهم بدافع الخوف من انعدامها، في حين ارتفعت عديد من الأصوات باتهام ميليشيات الحوثي بالتواطؤ مع ما يبدو استغلالا من جانب التجار لمخاوف وصول فيروس كورونا إلى اليمن ومساعيهم لافتعال أزمة غذاء بالتوازي. وبرزت مخاوف عدة لدى المواطنين في مناطق نفوذ الحوثيين من أزمة غذاء في اليمن، خاصة مع التداعيات الناجمة عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بما فيها إغلاق المنافذ اليمنية جزئيا، ناهيك عن مخاوف من إغلاق الأسواق والمحلات التجارية. وخلقت هذه الإجراءات إلى جانب رفع التجار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية قلقا فعليا لدى المواطن من انعدام السلع، وهو الأمر الذي حدا بكثيرين لشراء ما أمكن. نعم، أرحب بك من جديد أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك. نعم، في البداية يعني كيف يمكن كبح جماح هذا القلق والخوف، وأيضا يعني كيف يمكن توفر المواد الغذائية دون تدخل جشع التجار وأيضا استغلال الميليشيات؟ بالتأكيد أنه الآن سيحدث زيادة في الطلب على المواد الاستهلاكية من قبل المواطنين تحسبا لتطورات سلبية لتفشي كورونا، لكن وهذا في الحقيقة أمر طبيعي في ظل الأزمة العالمية وتأخير في عملية التصدير من الموائع وغيرها، لكن في تصوري أنه هذا الهلع والزيادة في الطلب أيضا غير مبرر، ويفترض أن لا يكون بهذا الشكل من قبل المواطنين، لأنه حتى الآن لم تتضح معالم نهاية للأزمة، وبالتالي من غير المجدي أن يتم التسارع أو يعني حالة من زيادة الشراء دون معرفة ملامح الأزمة حتى الآن ومتى ستنتهي وإلى أي اتجاه ستسير، وبالتالي هذا يخلق ضغط على السوق وبالتالي يعمل مشكلة، لكن نؤكد أنه لن يستفيد كثيرا الذين يسابقون أو يتسابقون من أجل شراء كميات كبيرة من الغذاء دون معرفة ملامح الأزمة. نعم، كيف بالنسبة للتجار؟ نعم، في تصوري أنه يعني لابد أن يتحمل الجميع مسؤوليته في هذه المرحلة الصعبة، لأن هذه الأزمة إذا ما قدر الله ودخل الفيروس وبدأ الفيروس بالتفشي في اليمن ستكون نتائجها كارثية على كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص، وبالتالي على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في هذه المرحلة في عدم إثارة مزيد أو عدم مضاعفة الأزمة من خلال سواء احتكار الكميات أو من خلال رفع الأسعار عليها، وأيضا هناك مسؤولية على كل السلطات المختلفة أن توفر بيئة ملائمة لانتقال السلع وعدم إضافة مزيد من الأعباء على هذه السلع. نعم، أستاذ مصطفى، كيف فتح هذا التسارع شهية من رفعوا الأسعار وابتزاز وتواطؤ الميليشيات؟ يعني أحد ملاك المراكز التجارية قال نحن ندفع كل يوم جبايات ورسوم تحت مسميات كثيرة آخرها كورونا للميليشيات. هذا الذي أردت أنا الحديث عنه بأن تتحمل الجهات هذه مسؤوليتها في التخفيف عن المواطنين وليس
إضافة مزيد من الجبايات. نحن نعرف أن العالم كله الآن الحكومات كلها خصصت مليارات الدولارات للشركات والقطاع الخاص ومقدمي السلع لكي يتم التخفيف عن المواطنين في هذه المرحلة، وليس إضافة مزيد من الأعباء سواء عبر رسوم أو عبر غيرها. وبالتالي الآن يتوقف إعادة التفكير حتى في تخفيض بل إلغاء كافة الرسوم على السلع وإلغاء الرسوم الجمركية والضريبية لكي تصل إلى المواطنين بأقل كلفة ممكنة، لأنه يعني بداية أو تأثيرات هذا الفيروس سيحدث ركود اقتصادي، سيتضرر كثير من الناس يفقدون أعمالهم، وبالتالي ستتضرر أنشطة اقتصادية عديدة، وبالتالي يتوقف حاليا إلغاء كافة الرسوم، إلغاء كل الإضافات والإتاوات التي يتم فرضها وإتاحة المجال لتقديم هذه السلع للمواطنين في هذه المرحلة الحساسة. نعم، وأيضا يعني هناك جملة من المشاكل التي خلقتها الميليشيات بما فيها يعني فرضها عدم التعامل بالطبعة الجديدة، وأيضا يعني فرض الإتاوات، وأيضا يعني عديد من المشاكل الاقتصادية، وأيضا انقطاع المرتبات. كيف يمكن حل كل هذه المشاكل وأيضا صرف مرتبات الموظفين لمواجهة الوباء واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالبقاء في المنازل؟ هناك سيكون بيان لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في هذا المسألة، ويتضمن المطالبة بأن يتم إلغاء كافة القرارات التي تعيق النشاط الاقتصادي، ومنها القرار عدم التعامل بالإصدار النقدي الجديد، وأيضا سرعة دفع مرتبات الموظفين في كافة مناطق اليمن، وتخفيف كل الإجراءات من أجل وصول السلع إلى المواطنين. في الحقيقة يتطلب الأمر الآن وقف أي عمليات عسكرية، توحد كافة الجهود من كل الأطراف من أجل مواجهة تداعيات كورونا. التداعيات هذا الفيروس ستكون في حال وصوله إلى اليمن خطيرة جدا، وبالتالي يجب أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في مساعدة الشعب اليمني على البقاء في مواجهة هذه الجائحة. نعم. هل يعني يمكن أيضا تدخل الأطراف المنظمات المعنية، أيضا المساهمات المجتمعية، أيضا يعني رجال المال والأعمال المغتربون؟ كيف يمكن التكاتف كل الجهود لتجاوز هذا الوباء؟ كما قلت، نحن أمام تحدي كبير وكارثة كبيرة سوف تكون نتائجها وخيمة على الجميع، وبالتالي على كل الأطراف أن تعي هذه المسألة. في البدء السلطات الموجودة في كافة المناطق، وأيضا المنظمات الدولية المعنية ودول الإقليم المعنية بمساعدة اليمن، وكذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. الكل لابد أن يعمل للتخفيف من هذه الكارثة. ستكون في حال وصوله إلى اليمن الوضع كما قلت سيكون صعب، سيحدث حالة من الشلل الاقتصادي، وهذا سيؤدي إلى خسائر كبيرة. بالتأكيد إذا لم يحدث نوع من هذه الإجراءات السريعة والقرارات التي تخفف على الناس هذه المشكلات، بالتأكيد ستكون كما قلت الخسائر نعم. كبيرة، وأيضا ونحن لا نتمنى ذلك أستاذ مصطفى. وهي يعني وهو سؤالي الأخير لك، يعني بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يعني هنالك أسعار يعني قفزت بمجرد ما رأى بعض التجار يعني إقبال وتهافت المواطنين خصوصا على بعض المنتجات، يعني خصوصا المنتجات المطهرة، المناديل الورقية وغيرها مما يعني يكثر عليه الطلب هذه الأيام، قفز بالأسعار يعني بشكل يعني مثير للجدل وبشكل يعني مستغرب. ما هي رسالتك للتجار؟
يعني أنا آسف، هل هذا وقت أرباح أم وقت الوقوف إلى جانب المواطن؟ هناك جزئيتين. أولا أود أن أؤكد أنه المواد والسلع الغذائية في العالم كله لم تتوقف، وبالتالي لا داعي لحالة الهلع. صحيح أن هناك تأخير في الموانئ إلى حد ما، لكن لم تتوقف الحركة التجارية للمواد والبضائع الغذائية، وهذه نقطة مهمة يجب على الناس استيعابها وعدم البحث أو تخزين السلع. هذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يتعلق بموضوع التجار، يفترض أنه فعلا يكون هناك مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية تجاه هذه المسألة. يجب على الجهات الرسمية أن تراقب أداء الأسواق وألا يحدث احتكار وتخزين لهذه السلع. بالمقابل يجب أن يتاح المجال لتخفيف الأعباء عن التجار في هذا الجانب، العمل على سهولة نقل هذه البضائع وتخفيف الإتاوات وغيرها، وإلزامهم أيضا بالبيع بأقل كلفة ممكنة. الوقت فعلا غير ملائم لأي بحث عن مكاسب على حساب الناس، لأنه في حال استفحلت الأزمة سيكون الجميع قد خسر، وبالتالي يعني حتى في حال الخسارة أو الأرباح المحدودة التي يتوقع الحصول عليها ستكون غير مجدية في حال الوصول إلى حالة كساد شامل. نعم، ونحن لا نتمنى ذلك، ونتمنى للجميع السلامة، ونتمنى التكاتف المجتمعي، وأيضا يعني عدم رفع الأسعار في المواد الغذائية وإنقاذ المواطن من شبح هذه الأسعار. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، الشكر لضيفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.